فحاولت أقوم من الفراش، لكن بعض مديدة على مناطق يعني معينة الجسم. هي شابة والدتها متوفية، تعيش ويا أخوتها ووالدها، يخرج أشقائها للعمل، تبقى مع والدها في البيت. الأب حسب ما تحدثت يكثر من شرب الخمر طوال النهار، يبدو أنه فقد عقله حسب روايتها. شعرت أكثر من مرة بسلوكيات غير معتادة عليها من والدها، لكنها تكتمت على الموضوع. لكن في أحد الأيام وصلت إلى حالة تحرش واضحة ومخزية أجبرتها على الاختباء لحين عودة أشقائها. لكن بعد ما رجعوا وخبرتهم بما حصل، قاموا بضربها بسبب عدم تصديقهم. هذه الحالات مع الأسف أصبحت تكون موجودة في مجتمعنا، لذلك هذه الحلقة الهدف منها توعية الكبار والصغار والجميع بأن هنالك أحكام شرعية، هنالك قوانين ممكن أن تحد من هذه القضايا في حال وصل المشتكي إلى القانون. إذن كل من يتعرض لمثل هذه الحالات عليه أن يلجأ إلى الجهات المختصة وإلى القانون. خلونا نشوف هذا اللقاء مع هذه البنية اللي رفضت أن يظهر وجهها. طبعاً أنا كنت عايشة ببيت بأربع أخوة وأب، أنا البنية الوحيدة. أمي توفيت من زمان يعني وأنا صغيرة. داخل البيت أكيد تعرف مسؤوليات كبيرة، وبيت وإرادة مصاريف وشي. للأسف أبوي تشرد من الشغل وصارت مشاكل وياه بالشغل وهاي، فما دي حصل يعني دي تكلم الإمكانية اللي تعيشنا، فاضطروا أخوتي أن يعملون مبكر يعني بعمر مبكر. يعني قصدك أن يترعوا الشغل؟ نعم. فجأة أبوي بلش يشرب. أنا صغيرة بالعمر يعني مو كبيرة، يعني عمري تقريبا 13 سنة هيك شيء. فبابا بلش يشرب، ورا فترات من الشرب قام يكثر بالشرب هواية. بعدين لاحظت شيء غريب من بابا قام يشرب، لاحظت انه نظراته قامت تختلف علي. مو هذا ابويا اللي اعرفه. أنا حاولت إنه ما أصدق هالشي، لأنه ما كان بعقلتي الطفولية أن أصدق إنه أبويا ممكن أن يفكر بي بطريقة سيئة. بس لما كان فترات بعد ما يصحى من الشرب، أبويا طبيعي وما بيشي وعادي يعني يضحك ويانا يسولف ويانا، مثلاً مرات يصير عصبي عادي. بلت نهاية طبعاً صار عمر أنا تقريب وصلت 14 سنة إلى 15 سنة. دراستي تركتها واموري كلها عفتها، ضليت بالبيت اعاون اخوتي لان يعني تعرف شغل البيت. اي شغل البيت ومسؤوليه وام ماكو. فبلشت الاحظ انه بابا قام يتصرف تصرفات كلش يعني ما تنحمل، يعني من عندها نظرات الغريبه الي. فيوم من الايام انا كنت موجوده بالبيت، كنت متمدده وقت الظهريه هيك شيء، ف اعتذر منك يعني بس صعوبة الموقف علي. كان بابا بهاي الاثناء دخل علي الغرفة، فاني قلت اكيد يعني اب عادي يدخل على غرفة بنته، ما بيها شيء ابدا. احنا متعودين كنا انه بابا او ماما تدخل علينا الغرفة لو تغطينا وتشوفنا عايشين. لا، فلاحظت شيء غريب انه يعني بابا اجى وتمدد يمي بالفراش. طبعا بالأثناء هذه أنا كلش رعبت، لأن يعني بابا ما مسوي هيك قبل وياي. فحاولت أقوم من الفراش، لكن بابا مديدة على مناطق يعني معينة الجسم. أنا هنا خفت، كنت أبكي ورعبت، لأنه أنت سندك الوحيد بالحياة اللي هي أمه وأب. أنا أمي مختفية من الحياة وأب يعني يتصرف وياك هيك تصرف صعبة، أشبه بأنه أنت يتيم. بعد فترة رد كرر الموضوع أبويا وياي مرة ثانية،
من يطلعون اخوتك؟ من يطلعون اخوتي يستغل الموضوع وهم يزود بالشرب. طبعا من يوصل مرحلة شرب عالية يبلش يخربط ويبلش يسوي تصرفات مو حلوة وياي. هنا أني طبعا حاول يلمسني أكثر من مرة همين بعدة مناطق. بيجي حالة رحت أنا للحمام وقفلت الباب علي وقمت أصيح وأبكي، فراد يكسر الباب علي مع الحمام، راد يسوي هواي أشياء، بس أنا صمدت بالحمام فترة طويلة. نعم إيه. طبعا أنا هنا ظليت مرعوبة بالحمام ساكتة انتظر فترة طويلة لأن يجون أخوتي. إجوا أخوتي من الشغل، بعدين سمعتهم طبوا للبيت، فأنا فتحت الحمام وشيدت على أخويا اللي هو أني أحكي له كل شيء مرعوبة وأبكي. بلس ناس سمعوا أخوتي الحكي اللي هم ما كانوا يدرون بيه، قلت له بابا حاول يتحارش بيه. أنا قلت هاي الكلمة، عفوا أنا قلت هاي الكلمة وإذا بالضرب ينهال علي من كل مكان. أخوتك ضربوك؟ إيه. هذا الشيء أنا ما كنت متوقعته، إنه أخوتي مدون إيديهم علي لأن قلت لهم بابا تحارش بيه. أبو كان موجود؟ أبويا ما كان موجود، كان طالع محزون. ما حد من عندهم صدق. يعني ما صدقوا لو هم مثلا اخوك اللي ثقين بي، يعني ما حبوا تحكي. اخويا ظل صافن بوجهي لان قلت لك قبل، قلت له كان يعرف انه ممكن ان يتكرر هذا الموضوع، بس هم كانوا اصلا ما مقتنعين ورافضين ان يصدقون اصلا لان شيء ما يقدرون يستوعبوه. وراها صار بعد ما ضربوني اخوتي، طبعا تعرضت للضرب من عندهم بسبب انه انا اتهم ابونا بهذا الموضوع. فهنا اخوي اللي قلت له حكيت له حاول ان يهدئهم، قالهم ترى ابوكم يعني دي يشرب، ممكن انه يصير هيك شيء، يعني من الطبيعي ان يصير هيك موقف. حاولوا يهدئون الموضوع وانه ما يكبر، وخافوا من الفضيحه. هم اكثر شيء خافوا من عنده هو الفضيحه. بعد ما شفت ردة فعلة أخو يعني فعل أخوتي وياي بهذا الموضوع، حاولت إنه أجد حل ثاني اللي هو إنه انتحر، لأن ما حد يصدق بيه. للأسف حاولت انتحر بعدة أدوية.